الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة رسالة عنوان المحاضرة في هذه الأمسية علاج ظاهره الزنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ربما هو الموضوع غريب الى نوع ما، ولكنه موضوع حقيقي. ولا نريد ان نفعل كما تفعل النعامه. تختبئ وراء ظهرها او وراء راسها. هذه الظاهره. التواصل الاجتماعي فعل في هذه السنين العشر ما لم يفعله او ما لم تفعله كل وسائل التواصل او كل وسائل الحضاره من مئه سنه الى الان وحتى بالامس شركه الفيسبوك يعني اطلقت مشروعها الرائد وهو التصوير المباشر عن طريق الفيديو يعني ممكن الانسان عن طريق الفيسبوك ان يصور بشكل مباشر ان تصور هذه المحاضره حتى يعني طلبنا من الاخوان الكرام ان نشوف انه ما هي امكانيه تصوير الدرس نريد ان نستخدمها في الخير وسائل التواصل صارت متاحة عند كل الناس عند الكبير وعند الصغير عند الذكر وعند الأنثى عند المثقف وعند الإنسان العامي حتى جدتي وجدتك صار عندهم وسائل تواصل وصار يعرفون الفيسبوك أو الفيسبوك والواتساب وتجلس ساعات طوال بعض الناس حكيت الأسبوع الماضي إنه الزنا درجات أقبح الزنا هو الزنا بذي الرحم في ناس يظن هكذا من جهله أن الجلوس أمام وسائل التواصل وكشف العورات الحديث مع الفتيات وكشف العورات أنه ليس بزنا هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس. هذا زنا. والآن بوسائل التواصل كل شيء متاح. حتى صارت الفيديوهات التي تعرض من الدقة بمكان ما تجعل الإنسان يرى الأشياء اجمل ما هي عليه في الحقيقه الشيء الذي يجعلنا نتحدث عن هذا الموضوع انه متاح كان الواحد يقول له لا تروح على السينما لا تروح الى هذا المكان هذا مكان فيه موبقات لا هذا متاح متاح بدون رقابه للاسف الزنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ويسمى الزنا الالكتروني وهو الاشباع الجنسي من خلال التعري امام اجهزه التواصل الاجتماعي هلا في ناس مثل حكايتنا بسطاء الموضوع يعني ربما يعني غريب عليهم لكن الشيء المعروف والشيء قلت ظاهره ظاهره معناتها منتشره آفة يعني تصيب هلا لك اصابت شيء من الزرع اما ظاهره صارت تظهر في كل مكان صار التعري والفتيات والفتيان والمتزوجين والمتزوجات الغير منضبطين والمنضبطات ليس لهم شان الا هذا ليس لهم شان الا هذا شو التفسير العلمي والنفسي لهذا الموضوع أن الذي يفعل ذلك عنده اضطراب. هذا إنسان غير سوي. هلا إذا أنت عم تشوف واحد عم ياكل من مناخيره هذا إنسان طبيعي؟ إذا لقيت واحد عم يمشي على إيديه إنسان طبيعي؟ لا الذي يفعل إنسان غير غير سوي له اسباب اذا سالت الانسان اللي عم يساوي ذلك شو السبب؟ جيب فتاه تفعل هذا لا سمح الله يقول او تقول لك انها تسمع كلام معسول كلام طيب على أجهزة التواصل. لذلك في قنوات ليس من شأنها إلا أن تقدم كلاما معسولا للشبان مقابل أن تتصل هذا الكلام المحروم منه المتزوج. لذلك هذا نداء الآن إلى الزوجات زوجك مهما كان فظ ومهما كانت حالته رثة طبعا نعمل له النداء للزوج كمان تكون أنت إنسان طيب استقبليه بالكلام الطيب يحب أن يس يسمع الكلام الطيب الكلام الطيب من من زوجته من قناته النظيفة هذه الزوجة التي تستقبل زوجها بالكلام الثقيل على النفس كلام الغير المحبب على القلب إذا ما عنده إيمان شو بدي ساويه بده يروح يجلس إيش إلى هذه القنوات ثم إلى صفحات الفيسبوك ثم ثم ينحرف كل ممنوع مرغوب تسأل أنثى أخرى تقول لك ان زوجها يعاملها معامله الخادمه فيضربها وينهارها ويشتمها هي بتروح على اجهزه التواصل، اجهزه التواصل عالم افتراضي غير حقيقي، عالم كله كذب فيرى صوره سحر الشرق كلام هي بتكون عفريته من عفريت الجن لا سحر الشرق ولا هم يحزنون بلا هي اللي عم تحاكيك يكون عمرها ستين سنه بتحط لك صوره تحادثها وتحادثك لا عالم افتراضي عالم غير حقيقي ولنفرض انه عالم حقيقي هذا هو زنا لذلك الان ان يضبط الانسان نفسه وان يمشي على الصراط المستقيم هذا درجه من درجات الصديقين انا في لي مقوله ما بيعد على الكمبيوتر وعلى اللابتوب انسان ويضبط نفسه الا ويكون وليا من اولياء الله سألني احد الاخوان الكرام، قال لي مين الولي؟ قلت له انت ولي. ان تتقي الله في عملك وفي نظراتك وفي بيعك وفي شرائك وفي اخذك وفي عطائك، انت ولي. ما بدك الشغله. زمن صعب. هذا اللي عم عامل زوجته مثل ما عملت الخادمه، شو بدها تروح؟ انت سكر الباب من هون. اه وهي بتفتح ايش؟ على الرومانسيه اخوان الكرام من خمسين لسبعين في المية من أبنائنا وبناتنا المراهقين والمراهقات يفتحون على وسائل التواصل وعلى المواقع المحرمة للأسف ولا ينجو منها إلا ما رحم ربي وأقول لكم أنه في خطوات الشيطان خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان الشيطان ما ببلش إلا بخطوة خطوة إلا أنه خلينا نشوف هذا المنظر وذاك المنظر شوي 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 وما حتى تغرق كيف ينجو الإنسان من هذه الفتن؟ أول وحدة الإنسان بده يحط خط أحمر بكل شيء كل كل شيء بحياته خط أحمر أما الحرام فالممات دونه سيدنا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أول شيء العلاقة مع المرأة بوسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون مضبوطة، إما أن تكون من الأرحام وإن كانت غير من الأرحام، الله معها. نحن ما لنا شغل. عمتي أهلا وسهلا. خالتي أهلا وسهلا. جدتي أهلا وسهلا. ابنتي أهلا وسهلا. زوجتي أهلا وسهلا. غير هيك الله معكم. بس هذه اسمها قروب وهذه اسمها عروب وهذه اسمها عنود وهذه اسمها لا أدري والأخ على طلبات صداقة موافق زلمة صار عنده ألفين صديق شو عم تحكي أنت ما لو عرفان مين عم تكشف حالك أمام الناس فضيحة الفيسبوك فضيحة تعرفون الزلمة شلون عم تصادقه كيف تصادقها المهم مهم أنه أنت يكون عندك ألف وألفين نحن صرنا في زمان لا نفتش إلا عن الكم يعني هلا إذا واحد قال خمسين كيلو بطاطا والكيلو خمسين ليرة عبي طلعوا اخر شيء كلهم مضروبين والله كيلو بطاطا احسن منهم صديق صالح احسن منهم لا تصادق اي مصادقه صارت الان ما بيشوف الا عم يعرض لك صوره وبطولاته مع رفقاته سان الصفحه تبعه بيقلبها هذا أمر خطير هذا شيء ما كان قبل ثلاث سنين هلا من سنتين ما كان هيك هلا أجيب الحاضرين من سنتين من اللي قاعدين كلهم خمسة بالمية كان عندهم صفحات فيسبوك هلا له ما عندك صفحة فيسبوك ما شو هذا أنت شو أنت متخلف أنت هي بتقول لي ما, ما عندي فيسبوك أنا بقول للوالدة فيسبوك تفكرها أكلي شوي الفيسبوك أنا هلا بتيجي واحد الى الثاني ضل فيسبوك فيسبوك ضل ظل ضل, ضل حتى ايه يلا بعدين عديم ووقع في سله تيم ياكلها ينسفها طول بالك هذا بيفرط المعده ما معه طيب ماذا نفعل؟ نضبط خط احمر كلكم بنت عمي وبنت بنت عمي والارحام شو الارحام؟ الارحام ذكور متى ما دخلوا اناث اعمل اقلاع ومغادره ما لي شغل والله ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما الله افهم منك والنبي افهم منك واللي قبل منك افهم منك نحن الرجال ما عم نحزن عليهم والله ما عم نحزن عليهم تجي فتاة تتحدث الحمو الموت الحياة الزوجية ليست بأحسن أحوالها في هذه الأيام ما شوفوا أنتم الأمراض والأسقام اللي صايب الناس الديئة ال... ضيق السكن على على الناس عدم الراحه النفسيه خصومات هي ياتي من يدخل على الخط اما على خط الزوج او على خط الزوجه طيب ناهيك عن وجود ما يسمى في هذه الأيام بالعنف الجسدي واللفظي نحن ما كنا نسمع أنه يعني أنه رجل يضرب امرأة ويشتمها ويشتم أباها ويشتم عائلتها تفتح بقى على صفحة الفيسبوك تسمع حبي وقلبي وعيني وروحي شو بدأ بالزلمة بقى الغليظ الفظ هكذا هذه اللي عم يصير عتلة باقت ورد ايش حقها؟ بلوشي ولا ولا بتكلف ولا فرنك باقة وباقتين وردة ورد وردتين وفيس وجه وجه يبتسم وناهيك إذا كان الآن هناك تدني في الأخلاق شوفوا الإنسان المؤمن صاحب مبدأ متى ما شفت هلا ما في اسهل من انه الانسان انه يقتحم صفحتك او حتى تليفونك هلا في عندي قاعده انا التليفون الذي لا اعرفه لا ارد عليه خلص هي قاعده حفظها هو عم يتصل وما بده انه يعرف عن شخصه أنا مو مضطر أنه نرد عليك نين إنسان يقتحم هاتفك هكذا إن كان فتاة أو كذا الآن ما في أسهل شغلة بالدنيا الحظر هي منيحة كلبش له التليفون وقله الله الله معك سبب من الاسباب التي ادت الى هذه الظاهرة شعور الفتاة والفتى بالغربة وهي في عالمها الحقيقي ما في حدا فهمانا لا اما عم تفهم عليها ولا ابوها عم يفهم عليها هن في الشرق وهي في الغرب بروح من الصبح ما بيجي للمساء ما في رقيب ولا حسيب لا تغركن الأشكال والصور، صورة الحجاب تبع الفتاة. لا تغركم اسم العائلة. أنه أنتم من بيت مثلا فلان. نحن نقاء وصفاء وطهر وعفاف. تحت السواهي دواهي. ما في ما في ما في مراقبة. الآن قال البعرة في واحد بدوي. شاف إنسان ملحد قدام منه قالوا لك يا فلان إذا كانت البعرة تدل على البعير. ماشي وشفت بعرة. شو معناتها كان في بعير. والأرض تدل على المسير قال له أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على اللطيف الخبير هذا ما معه لا بكالوريا ولا ماجستير في الاقتصاد ولا دكتوراه في الحقوق القصد أنه هذا المجتمع اللي عم تشوفوه بالحدائق أي المحجبي وحدة راكبة على المتور والثانية آه مدرسة بكاملها بتلاقي عم يطلعوا منها البنات صف عاشر وتاسع كلهم مغندرات على باب المدرسة تسعين بالمئة منهم محجبات ليش عم تغندر في أربعة من الفيوزات تبع مخها طائين عم تستنى مين؟ اللي عم تضحك عليها وين أبوها وين أمها سمعانين بالكبسة هي الكبسة غير الأكلة كان ما في معلم إلا يعمل كبسة ليه؟ ما يأمن شوفي كبسة عباية عارف شوفي روح انت استناها قدام المدرسة كل اسبوع كل 15 يوم هيك من حيث لا تدري سوف تفاجأ سوف تصعق، سيدي خليك تنصعق هلا احسن ما تنصعق بعد ثلاث سنين. تعيش في غربة، طلعت طيب هي بوادي واهلها وين؟ اهلها في واد اخر. ناهيك عن التربية غير السوية في البيت. بيوت كثيرة فيها انفصال فيها خصام فيها عدم راحة هي عدم الراحة النفسية شو بساوي كل واحد كل واحد يسكر باب الغرفة أو السرير تحط فوق منه الإحرام وتحلق ساعة وساعتين ثلاثة وأربعة وخمسة الضحية دائما الضحية هي الفتاة مش الفتاة ويدمر المجتمع نهيك هذه الشهوات هذا زمن زمن الشهوات ما كانت هيك الشهوات أنا مثلت لهم إياها للشباب بمثال يبدأ يصلي وطينا الله الإمام اللي مساي إمامنا يوصلنا نوصل إذاعة تبع الله يوفقه حكينا عن الملاحظة كثير يلي بده يصلي إمام ينوص الإذاعة في درس عام فالآن شهوات مسعورة كان الناس أبداً يطلع من بيته شو يشوف الملاية والحجاب شو يشوف ما يشوف شيء الصبح بالمناظر كلها كلها تعجري. تعري تعري بتعري وين ما رحت وين هلا رجع بالتلفزيون 30 سنه تقول شو كلهم هدول يعني عفه لك حتى عند الغرب ما في المناظر هذا هذا عصر المجون والتفنن في الحرام اجارنا الله من الحرام كيف نحل هذه المشكلات انا اقول لكم اول وحده يجب ان نزرع خوف الله عز وجل ومراقبه الله في سلوك الاولاد سواء كنت انت موجود ولا مالك موجود، سواء كان بالبيت، سواء كان له بدك تعطيه قاعده ألم يعلم بأن الله يرى؟ شعار إني أخاف الله رب العالمين، الله شايفنا، الله بده يحاسبنا. له يا ابني وإذا الصحف نشرت. له يا ابني كل امرئ بما كسب رهين. إلا يا بنتي ولمن خاف مقام ربه جنتان الله شايفنا اتحبه لبناتك؟ قال لا يا رسول الله اتحبه لعمتك؟ لاختك؟ لا يا رسول الله خليهم وذكر بالقران من يخاف وعيد تبعته على السويد تبعته على المانيا بيقول دائما شعاره إني أخاف الله ربا وهذا كيف بده يتعزز الرصيد خط بدون رصيد ما يمشي الحال بده يذكر الله بده يصلي لكن تفيقون على الفجر بدكم تتعبوا تفيق الناس على الفجر تفيق الأولاد على الفجر والزوجة هذا لحاله تعب جسدي ولكن فيه صفاء روحي صباح ما بيصلي وظهر ما بيصلي والعشاء تعبانين <applause> من وين يجي الخير من وين الخير هذا أول وحدة اثنين هل هن عم يحاربونا إلكترونيا نحن بدنا نحاربهم إلكترونيا هذا زنا إلكتروني الآن أنا أهيب بالمؤسسات الدينية والأخلاقية والتربوية أن تنشر ثقافة أخلاقية دعوية ثقافة تربوية علمية بنفس الطريقة ما دام أولادنا يجلسون إلى وسائل التواصل مو بس والله بدنا نجيب له مقطع فيديو واحد نازل على الأبر وموسيقى مرعبة بالصبا تخلي الإنسان ينفور وتصوير ظابط ومو ظابط لا شيء شيء راقي 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 الإنسان بيأتي مقطع انت داعي الى الله تشتغل واتساب والفايبر وال... وال والتليجرام اللي عندك والفيسبوك مو من اجل اللهو واللغو والحب والغرام لو اسمع هذا المقطع واللي اهيب بك ان تسمعه الى اخره اسمع هذه الايه من كتاب الله بهذا الصوت اسمع هذه الحكمه اريد تعليق على هذه الحكمه نحن ان شاء الله في هذا الشهر سوف نطلق مركز قيم لنشر القيم الاخلاقيه هو اول مركز في سوريا وهو ينحو هذا المنحى ان شاء الله الله عز وجل يوفقنا لما فيه الخير وخدمه دين الله عز وجل يعمل على هذا النحو يعمل بشكل راقي ممن كنت اتواصل معهم يعني اخصائيين في الميديا كيف تجيب الفكره وتقوم بدعايه لها ثم تقوم بمقطع فيديو له مؤثر اثر في قلوب الناس شلون بنساوي لكم الله ينادينا شلون اللي انتم عم تسمعوا مثلا سلسله رساله قبل ما يبلش تسمعوا شاره بس على شكل بقى يعني اكاديمي شكل يعني متتابع نسال الله عز وجل ان يوفقنا اللهم يا معين اعدنا لذلك نشر الوعي الديني عن الطريق الالكتروني كتب ما حدا يقرا كتاب ما الان يجب ان يكون هناك من يمثل مقاطع فيديو حقيقيه لنشر القيم الاخلاقيه تذكير الناس بالله هذا الامر موضوع الزنا 45 دقيقه بين له يعني خطوره الزنا علميا تربويا قيميا دعويا طبيا نفسيا هذا دور دور المسجد ودور الاهل ذكرهم بحديث النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده تذكروا حديث النبي المشاكل اللي عم تصير مرام متزوجة عندها أولاد عم يجي واحد ديوث آه عم يلعب بعقلها وإيش الناس الآن في فقر في ضعف كاد الفقر أن يكون كفرا لو كان الفقر رجلا لقتلته امرأة بحاجة والله الأول اللي عنده عصامية وعنده إيمان إذا بيعطوه مال الدنيا كله شعاره إني أخاف الله رب العالمين شعار أما الحرام فالممات دونه وين التربية طلعت هي مو تربية اللي متربينا هذا الحجاب صورة الحجاب حجاب القلب حجاب حجاب السلوك الحجاب اللي بيحجبك عن المعصية مو لابس الحجاب وعلى تليفونك أسماء مستعارة بتطلع أكثر من مية هي اسمها سوسن هو سامر وهي اسمها مدري إيش هو اسمه رامي رامي وريما تقي الله كذلك الشاب ويتطور الأمر درجة درجة لقاء كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كلام ما في هذا ما حرام هذا حرام عليك هذا حرام عليك أن تحدثيه ما خلا رجل بامرأة لو على الفيسبوك هذا اسمه زنا أن تجالس فتاة على الشات على الفيسبوك وأن تحدثها وتحدثك بأمر فيه فحشاء ومنكر هل فهمنا أيام بعض الناس حتى إذا كان هناك لزوم عمل أنا حاجي معك أنت مدير في تحت منك. اصلا علم الاداره الراقي ان يوكل الانسان باعماله قول له شوفوا الاستاذ الفلاني او الاستاذ الفلاني صدر شو بدك بالعي. ناقصك انت ناقصك وجع قلب ناقصك ان ياتيك الشيطان من حيث لا يحتسب النساء حبائل الشيطان وهذه الفتاة التي هي تمد حبائلها إلى شاب هذه سوف يحاسبها الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة روحي دوري على التقوى ودوري على الإيمان ودوري على العفاف تركي الشباب بحالهم كل واحد حاطة صورة على الفيسبوك مدورين على الغاديات الفاتنات في الدنيا كلها وحاطين صوره تخي الله حط صورتك لا تحطيها هلا انتم ان شاء الله مفكرين كل واحد هي صورته الحقيقيه تبع الفيسبوك خلي صورك بس ياخذ سيلفي لحاله لا يطلع بلا اثنان عشر سنين وهو زلمه بقلب استديو وكأدوة زلمي زلمه لم مهره معي في حاله الازمه طيرت له اسنانه وطيرت له نص الشعرات اللي بال وخليها و... و... لله لا تغرنك الاشكال والصور فتسعه اعشار ما ترى بشر لا عشره اعشار ما ترى بشر في روايات والله ما ادري ما يمكن ما صحيحه بشر بس مو بهالصوره هي تجي تحدث عن الحرام تحدثها اللي احبك هاي شو بدك تساوي فيها الكلمه امام الله اللي عم يعني يفتحوا مشاعر الناس انت خببت عليها زوجها هلا وانت خببتيه على زوجه على زوجته يعني انت خربتي بيت بيت في زوجة في اولاد هيك مفكرين الحياه لأ ليش ليش ما عم يجي الفرج؟ انتم ما لكم عرفانين شو صاير بالمجتمع. مجتمع خالص. هذا انتم وين قاعدين؟ بتعرفوا وين قاعدين؟ كانوا الاتراك واللي يجوا من القوقاز لما يصلوا للشام يقولوا لبيك اللهم لبيك، كل ما يشوفوا واحد يتباركوا فيه. وصلنا للحج شام شريف شام شريف نحن نحن ايش؟ شام شريف، انزل على الجامعة وشوف شام شريف. كل واحد بيقول لي بالجامعة بيتزلزل بدني أنا، إلا ما ربي، رايح يحضر محاضرة. لك الله يرضى عليك، لك منيح اللي كنت بالجامعة أنا، أنا خريج جامعة دمشق. ما لي قاعد أنا بال... بس بال... بالمعاهد الشرعية وال... خريج جامعة دمشق. قاعد اربع سنين واعرف اللي هي كان في تقوى وايمان ومع ذلك كان معروف شو فيه. هذا بده ينزل يحضر ايش؟ ولي فيها مآرب رايح يحضر على الجامعه محاضره اوعى تروح عليك المحاضره اوعى اوعى بيصدقوك بعدين فهمنا بعض الاختصاصات العلميه التي لا بد منها بعدين كل شيء بتعوضها على يلي ما اللي راح تسال ملخص على نص ساعه بده يروح من ثمانية إلى 8 روح على الجامعه وين بتلاقيه؟ اي بعزني بالجنينه بالمقصف سيدنا عفوا تعف نساؤكم في المحرم من الحلول فرض رقابة على المواقع وعلى الراوتر في البيت ما حدا بينفعك لا ال... لا الشبكة اللي اللي عم تبث شو بسموها مو الواي فاي المخدم يعني المعام العام إلا لك انه هذا بيحجب السيرفر الرئيسي ما حدا بينفعك غير انت في البيت بس انا زرت اخ قال لي عندي ريمون كنترول خلاص كبسه بتطفي شوفي خلاص والله طفوا القوه هيك كانوا يقولوا ذكروها ذكر عمي عبد ابو عبد الله طفوا اسمه القوه اسمها القوه يعني الكهرباء هذه كانت قوه فعل قوه شوفي ناموا اما انت بتنام سيدنا وانت تعيب وانت زلمه فايق من الصباح وحبيبنا ابنك المراهق قاعد الساعة ثلاثة مع مين؟ مع افتكار عرفتوا مين افتكار؟ اختها ازدهار هدول هن اولاد عم هي وامتثال ما عاد حتى سمى من الاسماء اي اي خالتي و اما لستي اسمها افتكار لمين مين مسميه افتكار؟ هلا بسموها مي حرفين بس اكثر من هيك ما في مع احترامنا طبعا لكل الاسماء. يجب ان يكون هناك في كل مدرسه حتى انا ارى في المؤسسات الدعويه هلا نحن قيم سويت فيها مشفى انا بقيم سويت مشفى بس مشفى مو للعلاجات الصدريه انف أذن حنجره لا سويت مشفى فيه عيادات فوت عياده رسمي صدقا دكتور وكذا بس عياده اسمها الاخلاق شو عنده عنده مرض بالاخلاق فوت ابدا مستشار نفسي شوف 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 شو وضعه هذا عنده مرض شو بيقعد كل يوم على وسائل التواصل اللي بتبث اشياء محرمه هذا مريض هذا مثل مثل المخدرات في عيادة اسم الأسرة في عيادة اسم الصلح خير كلام مسؤولين عنا ناس قانونيين وناس تربويين وناس من أهل الاختصاصات التربوية شوف ذلك الآباء اللي إذا إن شاء الله نخدمكم أنتم أول شيء أهل المسجد ونخدم كل أبناء الـ 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 الوطن لأنه هي يعني قيمة أخلاقية وين الناس اللي مالك عرفان مع ابنك شو معه مرض لذلك الناس علل من بعدها علل من بعدها علل علل فوقها علل اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لذلك شوفوا انتم شو شو مشكلته؟ ليش بابا؟ شوي شوي قال له وسائل التواصل هلا بيصل لحد الانسان بيصير مدمن اليوم اخ من الاخوان الكرام عمل لي اكبر نسبه حوادث سير في العالمية في اليابان، مع انه اليابان متحضره، اليابان والصين، ليش؟ ماسكين التواصل وهن عم يقطعوا الشارع لك ما عاد حسن حتى قرات دراسه البريطانيين بفوتوا اجهزه التواصل على الحمام فوت بيعود بقى ما بعرف اذا بيطلب فنجان قهوه بيعود هو وين شو المرا قال واقذر هواتف نقاله في العالم هي اجهزه البريطانيين ليه فوتها معه شو يعني شو بدي اعلق فيها ورد ريحان. تبيه. بارد في أخ عم. عدت له رسالة. مشان المركز وموضوع الميديا يعني. والنشر الإعلامي ما جاوبني حكاني اليوم صباحا قال لي أنا بس لأصل على بيتي الساعة ثمانية. بقفل التليفون قال لي أنا مع اولادي وامي وهي اللي طول النهار على خدوهات ويعني اجيب واعمل يعني في وسائل التواصل الاجتماعي خلاص طي ناكل بدنا نشرب بدنا نتنفس بدنا نوحد الله لك يصلي بيحطه بجيبته لو زدته خسرنا الاخ نعم عم عم نقرأه قران بيجي بيقرا ما في غير بترن طبعا عيران طبعا عيران في عندك تليجرام وواتساب وفايبر وفيسبوك هذول كلهم غير غير الرسائل العاديه وغير تليفونك بعدين كلهم اشخاص مهمين الاخ بزنس مان في بزنس وفي مان وفي روايه ثانيه بالفاء تعرفها ما شو فكر حالك انت لك حتى انت الرجل اذا بدك تحترمه تقعد معه تطفي جوالك يعني يقعد مع أبو أمه وامه شو كنت بمحاضره امبارح عم درس طلاب سنه ثالثه حقوق لسه ما عدت طالب بعد اذنك استاذ طلع بعد ما في غير واحد فوت واحد يطلع تعال شو قاعد؟ قلت انا استاذ جامعه معي تليفونين وعندي قصر عدلي ومحامين ومكتب وشغل ومؤسسة وهي وطافيون وقاعد عند الرزكون لسه أنت بدك تقوم شو هذا رفيقه دق له عم نستناك تحت إيه بده يطلع يحاكي هذا غباء حطوه يا خارج بطاقة تغطية أو على الصامت قاعد الآن تتلقى العلم صرنا عشوائيين لا نعرف كيف ندير وقتنا ولا حياتنا رجعوا لاغتنام او فن اداره الوقت من 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 شهر او شهرين درس يكتب بماء الذهب لذلك هذا زينه اسمه اللي غير هيك هو لا يعرف شيء العين تزني انت قاعد بمجلس زنا الزنا درجات معناتها انت واقع في الاثم واقع في المحظور ارتكبت الاثام اوعى إنه كان فاحشة فحش ومقتا وساء سبيلا ماذا تفعل استغفر الله عز وجل تب إلى الله هي العينتين اللي الله خلق لك يوم تنظر للقرآن تنظر لنعم الله تشوف الأكل توحد الله تنظر إلى إلى العلم لتدرس الله بيحرمك يا هون طالب البكالوريا الله بيحرمك يا طالب الجامعة شوفوا الله عز وجل عنده الامر كن فيكون. الله يمهل ولا يهمل. انت عم تنظر كل يوم حرام وفيديوهات ويوتيوب وفاتح وهون وهي شغله فاضيه. هذا ما منه نتيجه، ما بيصير معك الا حرقه، هلا اذا واحد عم يتفرج على يوتيوب كله عمله صعبه وذهب. بغنى؟ 100 ورقه مشو احسن منه صح ولا لا؟ هذا لا يزيدك إلا إثما ولا يزيدك إلا فاحشة ولا يزيدك إلا بعدا عن الله عز وجل أما الطهارة حق فلوس طهارة الفلوس تبع أن تتقرب إلى الله عز وجل في الليالي على يوم الجمعة تعتوب وين تتجافى جنوبهم عن المضاجع البطولة مو بالدرس تبع المغرب بين المغرب والعشاء، البطولة بصلاة التهجد لما تنام والفئة صعبة والنوم سلطان قوم أرجيني يا منظوم نزلتك على صلاة الصبح ووقفة بدها وقفة الرجال الأبطال الصناديد تعبنا النبي كان يقرأ مئة صفحة وما يتعب وهو اللي حامل هم الأمة وين الشعب كان يقول فراطة خليك صحيح صحيح تتجافى جنوبه هدول اللي بيخليك تقف أمام الحرام إني أخاف الله رب العالمين بتعبي رصيدك وتقف تائبا منيبا راكعا ساجدا ولا وكنا نخوض مع الخائضين بحر ماشي كل يوم في شيء جديد وكل يوم عم ينزلوا درجة يعني اللي كان في حياة الشهر الشهر اللي بعد منه إيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستعي فاصنع ما شئت أوعى تكون سبب في نشر رذيلة مقطع بيحط على صفحته هو منظر لك بيكون انسان ما بيعرف فوت لانه دائما أي الوسائل التواصل مثل الكهف دخلي بتفوتك لوين لا دخلي ودخلي فوتك لا اخر شيء بيضيع كانت صور صارت فيديوهات بعدين كان الفيديو ما يحمل الا كله ايش؟ كله وانت تيرا 1 جيجا 2 جيجا 4 جيجا ادفع تسهيلات تنزيلات صار الكبير والصغير كما قلت ما اللي بيعرف واللي ما بيعرف واللي ب... كله بيعرف معه معه بصير معه اسال الله عز وجل ان يلهمنا اول شيء ضبط نفسك انت قدوه بعدين اولادك بعدين من حولك اعملوا برامج كثروا من النوادي الاجتماعيه حتى الواحد يطلع من شو نادي, اجتماعي هل هذا نادي اجتماعي هلا شو نحن درس طلعناكم من وسائل التواصل من القصه وهي بنحكي لكم وندرسكم من ونحكي لكم قال الله قال رسول الله لما نحن تربينا شو تربينا ساعه ترفيه ساعه خطبه ساعه موعظه ساعه تمثيليه فيها شيء هادف هل ان شاء الله مركز قيم هذا هذا شأنه هذا شأنه انا فوق سويت مسرح 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 من اجل يعني انه يكون في محاضرات انه يكون في يعني كما يقولون ورش تدريبيه ياتي الاطفال خلي يكون لهوا في المسجد نعمل نكتشف المواهب هون طاولة لنشوف مين بيحسن الرسم هون مين يحسن الخط هون مين يحسن الصوت طلعوها من هالعالم الافتراضي الكذابي هذا الذي يعيشون فيه هذا عالم كذابي ما كله حقيقة هذا افتراض إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد عنوان المحاضرة الزنا عن طريق التواصل الاجتماعي وسائل التواصل هذه الظاهرة نريد أن نبتعد عنها ان العين لا تزني وان زناها النظر الحد منها انه الانسان ان يبتعد عن مصاحبه النساء في طبيعه خاصه عمل او ما يعني يشابه على الأصير قال ما خطبكما كم حرف ما في تحياتي اشواقي وقلب عم يعمل هيك وهي ما هذا كله لانه بينفهم باشياء اخرى كن دقيق ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير سبع كلمات ما بتقدر تحذف واحده منها بس السلام عليكم وعليكم السلام كلمه مدير مع عم يتعامل قد الانسان يضطر مشفى محاماة هندسة اقتصاد تجارة ما شابه متى ما شفت انه دنا المستوى حظير اذا بيضطر الامر انه تلغي تليفونك الغي صدقوني هذه تحتاج الى رجولة والى بطولة لانه في ناس سفهاء في ناس من التليفون تبعهم شرخوا دينهم وخرجوا عن قيمهم واخلاقهم ومبادئهم اللهم كما حسنت خلقنا حسن اخلاقنا وتقبل منا وقبلنا بسر الفاتحه